ورفعنا لك ذكرك. خطى النور سريعا إلى جبال جليل، وولد مع ضوء النهار مخلوق سعيد. آن له أن يلتقي وضوء الحياة بطريق يحلم باكتشاف البعيد، يحمل في قلبه الحب الكبير، ولوجه البريء تنفرج الشفاء. خطى النور سريعا إلى جبال الجليد، وولد مع ضوء النهار مخلوق سعيد. خطى النور سريعا إلى جبال الجليد، وولد مع ضوء النهار مخلوق سعيد، مخلوق سعيد. ثلج على مد النظر، برد وجليد، سماء ملبدة، غيوم تصافح قمم الجبال البيضاء وسط المحيط البارد. كيف للسمك أن يعيش تحت الجليد؟ وكيف للبطريق أن يتحرك وسط الصقيع؟ ما أعظم خلق الله، هو الذي فطر هذه المخلوقات للتلاؤم مع المناخ البارد. حكايتنا رحلة لتعرف القطب الجنوبي، حكايتنا رحلة لتعرف قرقش، البطريق الذي سنجوب معه القطب ونتعرف روعة الخلق وعظمة الخالق. فسبحان الله الخلاق العظيم. تعود ذكور البطريق بعد رحلة طويلة قضتها في مياه المحيط، رحلة كان الطعام هدفا لها. البطاريق في حاجة إلى الشحم المكدس على أجسادها، سلاح سيقيها الجوع وبرد الجليد عندما تحتضن بيضها. البطريق الأول اسمه زاكي، ومن خلفه يسير زكزك، شقيقان عريفا بالكرم وحب التعاون، سمتان ضروريتان لتجاوز المرحلة القادمة. فعلى الذكور أن تسرع في عملها، فالإناث قادمات لوضع البيض في الأعشاش. حجارتي، بدأت الإناث بالوصول إلى الأعشاش. لؤلؤة تسير في مقدمة الركب، إنها زوج زاكي. السلام عليكم. السلام عليكم. لم أكن أعلم أنك صانع أعشاش ماهر. شكرا. ستضعين البيضة بأمان إن شاء الله. أوت البطاريق إلى أعشاشها تنعم بالأمان، ومرت الأيام طويلة هادئة إلى أن وضعت الإناث البيض تترقب بسعادة مرور شهر الحضانة. وريثما يحين الموعد، لا بد لها من طعام يسد رمقها. لا بأس، سأعود باكرا إن شاء الله. حسنا، بأمان الله. اعتنوا بأنفسكم. اعتنوا بالبيض. أستودعكم الله، وداعا. احذر يا زاكي، الطيور تتربص، يبدو أنها تتأهب لسرقة البيض. اطمئني يا لؤلؤة، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. غادرت الإناث تاركة البيض برعاية الذكور، متمنية لهم أياما هادئة. لن يجوع البطريق إلا بعد مدة طويلة، فهو يستمد الطاقة من الشحم المكدس في جسده. لم تكن العناية بالبيض أمرا يسيرا، فقد عصفت بالمنطقة عاصفة ثلجية دامت أياما كثيرة. لا
لكن الطيور التي كانت تتغذى جيدا تغلبت على الثلوج وأبقت البيوض دافئة. السلام عليكم، انتهينا. أنت بخير؟ وعليك السلام، أنا أشعر بالجوع فقط. لكن ألا ترى الطيور التي تحيط بنا طوال الوقت؟ أنت تبالغ، إنها بعيدة جدا. أدركت البطاريق أن فكرة ترك البيض أمرا لا تحمد عواقبه، لكن ابتعاد الطيور والجوع دفع بعضها إلى السير نحو المحيط، تاركة البيض برعاية من لم ترقه فكرة المغادرة. والبطريق زاكي كان واحدا من الذين أصروا على عدم الرحيل. لا ترحلوا، جوعنا. من الخطأ أن تتركوا المكان، ستعود الطيور وتسرق البيض، إنها أمانة بين أيدينا. لقد عادت، ساعدني. ابعد ابعد، ليس ملكك ما ترغب أن تسلبه، هذا البيض فيه صغار والعشة، لا تخربه. الحمد لله سليمتان. عشي الجميل، صغاري. إنها الطيور السارقة. ماذا سأقول لزوجتي؟ الدمار الذي حل بالأعشاش وأخاف بعضهم لم يمنع الآخرين من الفرح لنجاة بيضهم. إني فخورة بك، الحمد والشكر لله. أي سبب دفعك إلى ترك العش؟ سامحيني، لم أستطع أن أقاوم الجوع. لا، علي أن أعترف، سرقت لنا بيضة فأخذتها من عش أخي. هذه لكما. ممتنة لك طوال عمري يا زاكي، لقد أنقذ طفلنا من الطيور. جزاك الله خيرا، أنت بطريق أمين. ها قد عاد الحق إلى أصحابه، حمدا لله أنني قلت الحقيقة. ما أعظم خلق الله، ما أعظم خلق الله، بحر وجبال وجليد، والثلج الأبيض غطى بحر وجبال وجليد، والثلج الأبيض غطى. أهلا يا صغيري، برؤيتك الآن أصبحت أما. ماما ماما، الحمد لله. زاكي، رأت فرحتنا ضوء النهار. ماذا سنسميه؟ وجدتها، سنسميه قرقش.
ها اسم رائع يا عزيزي. طبعا جدي كان اسمه قرقش. قرقش هل أعجبك السوق؟ كف عن اللعب واسمعني جيدا يا قرقش، عليك أن تبقى مطيعا وهادئا. قرقش 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 قرقش. لا فائدة من الكلام، سيكون ابنا بارا بإذن الله، سأبدأ بتعليمه منذ الآن. وهكذا أصبح المكان يفيض بالحيوية والنشاط. لقد زرع الصغار البسمة على وجوه البطاريق بتصرفاتهم البريئة وضحكاتهم الهادئة. قفزت الأمهات إلى البحر برشاقة لتأمين وجبة من الأسماك لصغارها. أما الذكور فقد كان عليهم انتظار عودة الإناث ليبدأوا رحلة البحث عن الطعام. تلك هي حياة البطاريق، تعاون مستمر من أجل البقاء. وداعا. برعاية الله يا عزيزي. المحبة تملأ قلب الأم السعيدة برؤية صغيرها. تقدم له الطعام ممزوجا بالحنان، تنظر إليه بقلبها آملة له حياة سعيدة. أهو شهي؟ لذيذ. احمدي الله واشكره يا صغيري. الحمد لله، اطعميني. هذا يكفي، اذهب والعب مع الصغار. لماذا؟ لانه عليك ان تعثر على اصدقاء. ما زلت جائعا. كن مطيعا. اين ذهب؟ اين انت يا صغيري؟ قرقش اين اختفى؟ جد فهيم، هل رأيت صغيري قرقش ايها الجد؟ لا لم اراه. اين اختفى اذن؟ حان دوري يا أمي. لا أبعديه يا أمي. هل لي بلقمة؟ ماما لما لا تطعمه أمه؟ ماذا تفعل يا قرقش؟ عثرت على أصدقاء؟ هيا عد معي. خفت عليك يا صغيري. أمي كيف يمكن أن يكون لي أخت أو أخ كالآخرين؟ ها؟ قولي لي. اسمع يا صغيري، إنها مشيئة الله، علينا أن نحمده ونشكره. هل فهم؟ لؤلؤة، كل الصغار يرجون إخوة لهم، الوقت مناسب للتعرف. دندش ابنتي. من هذه الصغيرة؟ ابنة عمك. هل ترضى أن تكون أخا صادقا لابنتي؟ ابنة عمي. ولدت لأبصر النور هنا في العالم الرحب، وكان الأمر مقدورا، ورحمة خالقي حسبي، جليل فوقه تبدو عجائب قدرة الله، عجائب ما لها عد، يشع جمالها الزاهي، أبي أمي كريمان، ويرضي الله برهما، ألبي ما يريدان، وتاج الرأس أمرهما.
أبي، أخبرني كيف هاجمتك طيور النوء. كان يوما قاسيا يا بني، لقد بذلت قصارى جهدي، أردت حمايتك. هل خفت؟ أعوذ بالله، توسلت إلى الله، أحمده وأشكره لأنه سلحني بالقوة اللازمة. وكم كان عدد الطيور؟ لما تركض هكذا؟ انهيار جليدي، ولا نعرف حجم الخسائر. حقا؟ لطالما كنت خائفا من هذا الأمر، سأتبعك حالا. لا تتأخر. لا تتركني يا أبي. لا تخاف، اسمع، لا تغادر المكان حتى لا تصاب بمكروه. الجليد، تنهار كتل ضخمة منه دائما في هذا الفصل. نحن نواجه الكثير من المتاعب، وعلينا أن نكون يدا واحدة للحيلولة دون إصابة أحد الأصدقاء بأذى. أنت تجهل الأمور، لا عجب، فأنت ما زلت صغيرا جدا، ولكن صغر السن ليس سببا يمنعك من مساعدة الآخرين. أهذا ما ستعلمنا إياه في المدرسة؟ إن شاء الله يا بني. علمني. هل ستعلمني؟ سننظم مواعيد الدراسة لاحقا، لا تكن متسرعا. في الوقت المناسب سنبدأ الدرس. السلام عليكم. وعليكم السلام. غريب، ما هو؟ طائر؟ إنه لا يشبهني. بسرعة نحو التلة، أليس كذلك؟ أجل، وسرعان ما اختفى عن الأنظار. ما العمل أيها الجد؟ أرجوك ابحث عن وجبة أخرى. ماذا تريد؟ ناديني كركر. هل ستأكلني؟ لن أفعل، أنا كلب حراسة، انظر هناك، إنها بيوت البشر، إنهم يسعون جاهدين للمحافظة على سلامة الكائنات هنا، ومهمة حراسة المؤونة من طعام وأدوية. هل فهمت؟ فهمت من كلامك أنك صديق لذلك الطائر الكبير، لقد أنقذني اليوم من الطيور الجائعة. مدهش، خبرتك قليلة يا صاحبي،
إنها مركبة اسمها المروحية، قوية وتطير بسرعة ولا تتعب كالطيور. ركبت بها؟ ركبت مرات كثيرة. هل تجرب؟ لم أستأذن. إذن فيما بعد، وداعا. أو تودعني. كفى 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 كفى. ماذا أرى؟ صغير بعيد عن أمه. صديق جديد لكركر. يسعدني عثورك على صديق. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من المؤكد أن أمك قلقة عليك، ومن واجبي أن أعيدك. انظر، ينتظرون عودتك. تعال إلى حيث التقينا اليوم إن أردت رؤيتي ثانية. سأفعل بإذن الله. السلام عليكم. أبي، سأخبرك عن كل ما رأيته في ذلك المكان. لقد تلقاش. كل ما أعرفه أنني طلبت إليك البقاء في العش. لم تطعني، سأعاقبك. اعذرني. اسمع يا صغيري، والدك يخشى أن تصاب بمكروه لا قدر الله. استمع إلى كلامه، هذا واجب عليك. بر الوالدين أمر يحبه الله يا صغيري. أمرك. العلم فريضة كتبها الله علينا، وأوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باتباعها. ها هي مدرسة الجد فهيم، تعج بصغار البطاريق، لا يفنيها عن اللعب إلا صوت مدرسها. اهدأوا يا صغار. قلت اهدأوا. لقد انتهى وقت اللعب، الدرس الأول. حسنا. يكفي، أنا عجوز. لا بأس، لكن لدي خبرة. الخبرة كنز، لن نحصل عليه من دون التجارب، لذا سأضع خبرتي بين أيديكم. نعم، انظروا، طيور النوء يسعدها أن يكون أحدكم وجبة شهية لها. مخالبها القوية تمكنها من الإمساك بالفريسة. ثانيا، تنقض على فريستها بسرعة خاطفة. لا تنسوا. ماذا لو هاجمتنا؟ نركض بسرعة ونحمي رؤوسنا. فهمتم؟ لا بأس. حسنا، أما الآن انظروا، انظروا هناك، ليست سمكة عادية، إنه القرش المفترس، واحد من أخطر أعدائنا. ذيله قوي وأسنانه حادة قاطعة، احذروا منه. إنه قوي جدا ولن يجد صعوبة في التغلب عليكم. كما رأيتم، الأمر في غاية الخطورة. حسنا، هل رأيتم ذلك الحيوان الأرقط؟ إنه من أضخم حيوانات القطب. إنها الفقمة المفترسة. سؤال، ألا أصحاب لنا؟ لم أقل ذلك، لدينا أصحاب، لكنهم نادرون جدا، والحوت أحدهم، يساعدنا في الكثير من الأحيان. إنه صديق. جدي. خيرا يا قرقش. أنا ابتعد عن ذاك.
لا أبدا، إنه صاحب آخر. حجمه ضخم مخيف لكنه غير مؤذن، يتغذى على الأسماك مثلنا. سأريكم عرضا لن تروه من قبل. احبسوا أنفاسكم واستعدوا لأكثر المشاهد غرابة. راقبوني، لا خطر فيما سأفعله الآن. أسنانه قليلة، سأعدها. أصغوا إلي يا صغاري، سنتعلم السباحة. علينا أولا الانحناء بهذا الشكل، هل نجرب؟ انتبهوا إلي، التجربة لا تدعو إلى السخرية. إلى الخطوة التالية يا صغار، انطلقوا. لست في حاجة للسرعة، عد إلى مكانك يا قرقاش. القفز فوق قطع الجليد، هذا هو التمرين الثاني، لنرى محاولة سوسو. حدث. واحد، اثنان، ثلاثة. رائع، من هو التالي؟ أنا. واحد، اثنان. هيا تقدمي. أنا خائفة يا آنسة. لا تخافي، الأمر في غاية البساطة. أحسنت، جربا. واحد، اثنان، ثلاثة. رائع، هكذا يكون التعاون. متى نقفز من أماكن أكثر علوا؟ لطالما تمنيت أن أحلق كالطيور. عليك أن تتحلى بالصبر، سنتبع خطوات محددة في أثناء التدريب، وإلا فستصابون بمكروه. تنظيم التدريب يقينا من السوء والأذى. لن تكون نتائج التسرع والفوضى مرضية أبدا، احذروا. ما رأيكم؟ أرجو أن تتعلموا مما حدث. درسنا التالي، اجتياز المنحدر. سأنطلق أولا. هيا يا إخوتي تعالوا، التزلج رائع. ما الأمر يا دندش؟ أتشعرين بالخوف؟ هل لي أن أمد يد العون؟ ما رأيك؟ هيا. بدأ الصغار يتلمسون روعة هذا الخلف وإبداع خالقه. كل شيء كان جميلا في عيونهم، كل شيء كان بديعا ودودا مألوفا وغريبا في آن معا. يطلبون مزيدا من المعرفة، مزيدا من العلم، لا تحدهم حدود ولا قيود. واحد من البطاريق يحاول تلمس المعرفة بأنامل تلتمس الكشف، ويتنشق بعمق أريجها الرائع، ويطيل إليها التأمل لحظات إثر لحظات. إنه قرقش. ها؟ انظري يا أختي. إلى أين أنت ذاهب؟ ساعة
سأتمشى قليلا. هل تعلمين أن كل ما رأيته في ذلك اليوم كان رائعا؟ لطالما تمنيت أن أعود إلى هناك. سأصطحبك معي إن أردت مرافقتي. أذهب معك؟ لن تنسي ما سترينه هناك. حقا؟ يغادراني من دون إذن؟ هذه التصرفات تغضب المعلمة. لطالما حذرته من خطر الابتعاد عن المجموعة. لا يبالي، إنه أمر يغضب الله. قرقاش، هل المكان آمن؟ لا داعي للخوف، أنا لم أرى كلبا في حياتي. إنه صديقي، يعمل حارسا عند البشر، مريح ومخلص، ستتعرفين عليه في الحال. حقا؟ هذه أعشاش البشر وتسمى بيوتا. لنعد من حيث أتينا، أشعر بالخوف من زيارة ذلك المكان. سنكون بخير إن شاء الله، فأنا أعرف المكان جيدا ولن نواجه أي مشكلة. سنمرح ونلعب مع كركر، إنه مكان رائع، لن تنسى ذلك اليوم أبدا. أنا يا رب. تشجعي، يجب ألا تظهري خوفك أمام صديقي، أفهمت؟ كركر، هيا ساعديني. كركر، أو 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 أو. نحن هنا يا كركر، مرحبا. كفى كفى، تسرني رؤيتك ثانية يا قرقاش. شكرا. اسمع، يجب ألا نتأخر حتى لا يغضب والدي ووالد دندش ابنة عمي. خائفة. لا تنسي ما اتفقنا عليه يا دندش، هيا. ما رأيكما في جولة قصيرة؟ هيا. الحمد لله لم نصب بأذى. كن أكثر حذرا. لا عليك، سأعلمك التزلج كما علمتنا المعلمة، هيا. هيا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة،
ثمانية تسعة عشرة. ما الأمر يا معلمة؟ غريب. نحن في مشكلة. قرقش ودندش اختفيا. لا أصدق أنك نجوت. احمد الله واشكره كثيرا. الحمد لله. هل رأيتم قرقش ودندش؟ أعرف مكانهما يا معلمتي. منذ قليل رأيناهما يتجهان نحو تلك التلة. أخبريها يا أختي. هذا صحيح. عندما كان الجميع نياما اتجها إلى تلك التلة. لو أخبرتك يا آنسة لما وصلنا إلى هنا. لم يعد ينفع الندم الآن. ما زالا صغيرين ولن يحسنا التصرف وحدهما. علينا إعادتهما بأسرع وقت. البارحة ذهب إلى الكلب واليوم صعد التلة. والله أعلم ما سيفعله غدا. هذا أمر لا يحتمل. كن مع ولدي يا رب. نسألك العون. انظري البشر. إنهم قادمون. أخلوا المكان بسرعة. لا أصدق ما تراه عيناي. إنهما بخير. فوق. عودا إلى البيت. هيا. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. رافقتكم السلامة. قرقش صغيري. دندش حبيبتي. الحمد لله. طفلتي. أمي لقد نجونا بفضل دعائك لنا. لطالما حذرت صغار من خطورة ترك المجموعة والتجوال بعيدا. رويت لهم حكايات مرعبة عن وحوش وحيوانات مفترسة، لكن قرقش ولد مشاكس وعنيد لا يبالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أود التحدث معك. اسبقني. ما هو العالم؟ كيف نظم الله سبحانه وتعالى هذا الكون الرائع؟ أسئلة لطالما شغلت تفكير قرقش، وكأن كل ما يدور حوله هو دعوة إلى اكتشاف الكون الواسع البديع. السلام عليكم. لما لا ترد على سلامي؟ وعليكم السلام. خيرا. أفكر في التحليق كالطيور. ليتني أستطيع الطيران لأرى البحر من الأعلى. لابد أنه كبير. أتساعدينني يا دندش؟ البطريق لا يطير. لا بأس من المحاولة. هذا تهور. سوف أحاول. ربما نجحت فكرة الطيران. هيا. أول بطريق يطير. الريش الذي يسكن جسدك لم يمكنك من الطيران. ولا تنسى أن جناحيك خلقا للتجديف فقط. لابد من محاولة ثانية. هناك مكان أفضل. الارتفاع ضروري جدا. لابد من مساحة كبيرة تفصلني عن الأرض. أقفز ثم أفرد جناحي. واحد اثنان ثلاثة. هل أنت بخير؟ أجل، سوف أبحث عن حل آخر. كيف سأرى البحر؟ هذا جبل يفي بالغرض. هل ستكرر المحاولة يا قرقش؟
أصبحت واثقا بأن البطريق لا يطير، لكنني وجدت وسيلة أفضل تمكنني من رؤية البحر. انظري. لم أكن أعلم أن البحر كبير هكذا. سبحان الخالق العظيم، هل ما أراه محيط؟ ليس حلما. سبحان الله. بخير؟ قرقاش، نحن أحياء، نجونا الحمد لله. يبدو أنك لم تنظر حولك جيدا، نحن في المحيط. الله معنا، دموعك لن تؤيدنا إلى الشاطئ. سأفكر. ما الحل؟ لا أعرف، نحن الآن في حاجة. يكفي الكلام لا يفيد، ابحث عن حل يعيدني إلى أمي. اهدئي. ها انظري، سنطلب مساعدة تلك البطاريق. الحمد لله. كيف لحناجرنا الصغيرة أن توصل صرخاتنا إلى أسماعهم؟ وهل أنت واثق بأنهم سيستجيبون لندائنا؟ إن شاء الله. تفاءلي بالخير يا دندش. هاي هاي، أيها العم، نحتاج إلى العون، نحن لا نعرف السباحة ولا يمكننا العودة إلى بيوتنا. ما قصتهم؟ حاول ثانية يا قرقاش. أرجوكم يا إخوتي ساعدونا. يا أمل في نجاتنا. فلندع الله يا دندش. هيا قرقاش. دندش قرقاش. أيها الصغيران، نحن قلقون عليكما. من الأفضل أن نبحث في ثلاثة اتجاهات مختلفة. صحيح، صدقت. يا ربي، ساعد قرقش وأعده سليما. هوني عليك ولا تقلقي، أشعر أنهما بخير، سيعودان بإذن الله. وأنا، ليتنا نستطيع السباحة. ماذا لو هاجمنا القرش؟ الأفضل أن ننظر إلى البحر. في الليل والنهار تجوب أعماق البحار. أسماك صغيرة وروبيان يداعبها الموج بأمان. يداعبها الموج بأمان تسبح في البحار. أسماك وحبار أبدعها خالق الأكوان يداعبها الموج بأمان. يداعبها الموج بأمان. آه.
دندش. ضربة موفقة. انظر. أدرك دندش وقرقش أن ما مر معهما هو درس قاس. أخبرته دندش أن عصيان الوالدين هو ما أوقعهما في هذا المأزق وكاد أن يودي بحياتهما، وأدرك الصغيران أنهما بفضل دعاء والديهما قد نجاهما الله من أنياب الفقمة. احضروا الشبكة. النجدة! انقذونا! النجدة! ألم أقل لك لقد نجونا؟ لا بأس بهذا الصيد الصغير، سنقتسم الثمن. نجونا! الحمد لله لقد نجونا! اسمع، أتظن بأننا سنبيعهما بسرعة؟ أعرف زبونا لن يتأخر عن شرائهما. لا أفهم شيئا، هذا مؤلم جدا. أبعد يدك عني! اتركني، هذا مؤلم. ماذا تريد منا؟ دعنا وسألنا. كنا هادئين وإلا فسأرميكما في البحر طعاما للقرش. ماذا سيفعلان؟ لا أرتاح لنظراتهما، ليتني أفهم لغتهما. لا أظن أن كلامهما سينال إعجابك. لسنا وحدنا. من أنت؟ أنا اسمي ميمو، بطريق أيضا. بطريق، هذا رائع. الحمد لله. أنتما تجهلان الكثير من الأمور. اسمعا، يريدون بيعنا، تلك هي الحقيقة. ما رأيك؟ رائع، هكذا بدأت رائحة النقود تدخل إلى أنفي. دعي الأمر لي يا سيدي، فأنا أحسن التعامل مع ذلك الزبون. لا بأس، أسرع في عملية البيع وأعدك بأن يكون نصيبك دسما. حاضر سيدي. سمعت أنهم يبيعون البطاريق إلى السيرك. لن أستسلم، لكن ألن أعود إلى البيت؟ انسي البيت يا صغيرة. يا إلهي، كل ما يحيط بنا يشير إلى كارثة حقيقية، كيف لعقلي أن يتحمل كل هذا؟ سوف نعود. ألا تقدر حجم المشكلة؟ نحن مسجونون. الهدوء أولا والعقل ثانيا. أراك واثقا. هل خطرت لك فكرة ما؟ سأبذل جهدي. هذا قفل، لنحاول الوصول إليه. الوصول إلى القفل في حاجة إلى قامة طويلة. ما هذا؟ إنه الكلب دودي يقوم بمراقبتنا.
حاولوا النوم يا صغار. ما شأنك؟ ابتعد عنا، ضعيف وجبان، آسف عليك. هذا شغلي. لكن ارحمنا، عليك مد يدي العون، أم أنك عاجز عن هذا؟ لا تلومني، خروجكم من هنا يتسبب في طردي. اعذره يا عم، حقنا أن نعود إلى بيوتنا. هل لك أن تقدم لنا يد العون؟ لن ننسى صنيعك مدى الحياة. مضحك ما تفكرون فيه. تعودون إلى البيت؟ نحن في عرض البحر الآن. نصيحتي لكم أن تخلدوا إلى نوم عميق ريثما نصل إلى اليابسة. اندفعت السفينة في عرض البحر وكأنها مقاتل شرس يدوس ما يعترض طريقه حتى أحلام الصغار. إحساس قرقش بعصيان والديه يؤلم صدره الصغير، فرفع يديه ضارعا إلى الله عز وجل أن ينجيهم من هذه المحنة. لا تنصت إليه، خروجنا يستحق بذل الجهد. هل هذا كافي؟ أعلى. هذا ما لدي. لا جدوى، فهناك مسافة تفصلنا عن القفل. فكرة، ارتقي على رأسي. ها؟ أشعر بأن رقبتي ستنفصل عن جسدي. كدنا ننجح، سنحاول ثانية. كيف لي أن أنعم بالهدوء والصغار يصرون على الضجيج؟ محاولة جيدة، هيا. كنتما على وشك الخروج، شبر واحد فقط. يبدو أننا لن نستطيع النجاة. تعد، اهدئي، انسي. ماذا؟ هل تفكر في نسيان الفكرة؟ أيها الشجاع، هل استسلمت للأمر؟ لا تخافا، كلب ضعيف لا يجيد سوى النوم والأكل فقط. العاصفة تشتد يا سيدي، انزلوا الأشرعة. الأمر يستدعي الجهد. العاصفة تطيح بكل ما يعترض طريقها، فها هي السفينة تتأرجح بين الأمواج التي راحت تتقاذفها. السفينة غير قادرة على الثبات، والجميع يبتهل إلى الله المعين أن يخلصهم من هذه الأمواج العاتية. كيف لعقلي أن يحتمل هذا؟ أنا قلقة. لم نترك شبرا إلا وبحثنا فيه، أخشى أن يكونا قد نزلا إلى البحر، وهنا المشكلة. لا لا لا، أخبرت قرقش بأن هذا خطير جدا، ولا أظنه نسي كلامي. اللهم أعنا وساعدنا، وأعدهما سالمين يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. وجدتها. ها؟ استعدا. أحسن، فرحة. اتبعيني. أنت ذكي جدا. شكرا. هيا. إلى أين؟ إلى أين؟ من هنا بسرعة. ها؟ هذا الكلب سيسبب المتاعب، تعالا بسرعة. هيا.
نفقد المكان بينما نراقب الطريق. أخشى أن يعثر علينا أحد البحارة. لا تخافي يا دندش، دعي الأمر لي. انزلا بسرعة، المكان آمن. حاضر. سأتابع المهمة. جيد. المكان آمن ومملوء بالطعام أيضا، اتبعاني. بسم الله، امسك. لا بأس به، جربي. اكتشف امرنا، هيا تعالي. من الواضح انهم هنا. كل شيء يدل على ذلك. بطريق سيئة، لنبحث عنها. ماذا تنتظر؟ حتى يغضب القبطان؟ نعم، لن يضيع عليه تلك الصفقة. الامساك بالبطاريق يعني المكافأة. فلنبدأ البحث إذن. لدي حل. ما هو يا ميمو؟ الهرب. رجال، إنهم هنا، أريدهم أحياء بأسرع ما يمكن. تعال هنا. إليه، هيا.
ما زلت نائما أيها الكسول، تعال وساعدنا. علي أن أختبئ في مكان آمن. هناك. هاي قرقش، أنا هنا. إنه بخير، تعال بسرعة يا ميمو. حالا. البطريق هناك، أحضروا الشبكة. حالا. عاجز عن الامساك بالبطاريق؟ لا تستحق لقب بحار. ولما يا سيدي؟ سأنتقم منهم. احضروهم. سيدي هناك مشكلة، الكلب ينبهنا. تفقدوا المحرك. حاضر. هل تخلوا عن فكرة اصطيادنا؟ دودي يريد مساعدتنا، هيا. العجوز قادر على المساعدة. شكرا يا دودي. السلام عليكم. شكرا. ما هذا اليأس؟ انظر الطعام، ما الذي ترمي إليه؟ سنصطاد طعامنا من البحر. نجهل السباحة. فكر مليا. اسمعاني، الأمر لا يحتمل التفكير، فلن يصيبنا إلا ما كتبه الله. ها؟ المهم أن نبذل جهدنا. الله معك. سأحاول. راقبة. حسناً، قادم إليك. رائع، أستطيع السباحة، تعال يا تنزل. حسناً، إنه دوري. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. اسمها خيرا. لولا شجاعته لقتلنا الجوع. صدقت. الحمد لله، إيماننا بقدرته هو مفتاح النجاة. يا إلهي، انظرا هناك وحش ضخم يخرج من البحر. اللهم أنقذنا مما نحن فيه. أخافك الحوت؟ أخبرها يا قرقش لأنه صديق، نطلب مساعدته. تماما، لقد تذكرت، أخبرنا الجد فهيم عن الحيتان، لقد أرسله الله لمساعدتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لك أن تساعدنا؟ من واجبي أن أمد يدي. الحمد لله. شكرا لك. الحمد لله.
الديار. بإذن الله. أتيت ولعبت هنا مرات كثيرة، لا تقلق. لقد وصلنا، لا أرى أحدا. ترى أين ذهب الجميع؟ ها؟ هل أنت متأكد من المكان؟ قرقش ودندش؟ لا أصدق عيني، هل هذا حلم؟ ولدي، لقد عاد الصغيران، عاد. الحمد لله الذي لم يخيب رجائي، الحمد لله. ولدي، ابنتي، أمي. أمي. من المؤكد أنك تعلمت الكثير، لقد أصبحت كبيرا. أبي، سعيد بعودتك سالما يا ولدي. أنا آسف يا أبي، صدقني آسف. حمدا لله على سلامتك، افتقدتك. ستخبروني بكل شيء. أبي، لابد أن أعرفك هذا الصديق، لقد كان معنا على متن السفينة، هل تسمح له بالبقاء معنا؟ ولم لا، فليبقى. سيبقى على الرحب والسعة. النجدة. خيرا إن شاء الله. الصيادون، أمسكوا بكل الصغار. لطف بنا يا رب. توقفوا، انتظروا عقابا من الله. أين هم؟ أين اختفوا؟ جدي، أنت بخير؟ ساعدهم يا قرقش، لا تتخلى عنهم يا ولدي. لا تقلق يا جدي. أبي، سنساعدهم، علينا الإسراع، لابد أن نكون يدا واحدة. صدقت، فلنكن يدا واحدة. هيا، الله معنا. صيدنا وفير. عودوا إلى هنا. تفلحوا. يقتربون منا، حاولوا إبعادهم حالا. لنسرع، يقتربون من السفينة. هيا بنا يا شجعان. هيا هيا.
هيا هيا هيا. سيخفقون، سأريهم. صوت رصاص، من أين؟ هاي لو فعل كل مخلوق الخير طمعا بالثواب من الله تعالى وخوفا من عقابه لعاش سعيدا. أدرك قرقش أن عصيان الوالدين يغضب الله، وقد دفع ثمن عصيانه من الخوف والمخاطر التي مرت معه، وهو عازم الآن على برهما. سيحكي هذا للصغار، سيعلمهم. لقد أصبح قرقش بارا. أجل، وكوني مدير المدرسة عينتك مدرسا للصغار، فلتكن قدوة حسنة. ستحكي لهم عن مغامراتنا وتعلمهم فعل الخير. حاضر ميمو، فلتساعدني. سأدعو لك دائما، أرجو لك كل التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاد ميمو إلى مجموعته ليجد بينهم دفء الأسرة وحنانها، بينما راح قرقش يرسم ملامح حياته الجديدة، مدرس يعمل لخدمة مجموعته. خطى النور سريعا إلى جبال الجليد، وولد مع ضوء النهار مخلوق سعيد. آن له أن يلتقي وضوء الحياة بطريق يحلم باكتشاف البعيد.